الآن مشاهدي الكرام صار لنا قريبة 3 ساعات كله شورة الأستاذ هذا، قد أنا أقول له أنا خبير. ضيعنا في جبل مرارة عشان عيون الماء، ووسخنا وغيرنا وبدلنا، وعاد إحنا بندور عينا. أنت اللي ضيعتنا. اللي ضيعكم ياسر. ياسر قد تفيبونا. باقي مفاجأة حلوة يا دكتور، عرف أم معنا المفاجأة. نعم مشاهدي الكرام، أثناء مسيرتنا التقينا بزملاء وأصدقاء عزام من دولة الكويت الشقيقة، أبو جمال وسفر. الكويت اللي لها مكانة خاصة في قلب كل يمني، في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب، تظل الكويت لها المكانة المميزة في قلوبنا إحنا كيمنيين. ليش لا؟ وإحنا درسنا في المدارس اللي بنتها الكويت، تعلمنا في الجامعات اللي بنتها الكويت، اداوينا في المستشفيات اللي بنتها الكويت. الكويت بلدنا زي ما هي بلدكم يا أبو جمال. وأهلها نحبهم والله. وأهلها عيوننا والله، نحطكم على العين والرأس. الله يسلمك دكتور، وهذا من حسن ظنك ومن طيب أخلاقك وأصلك هذا الكلام الطيب، والحمد لله اللي وفقنا للقياكم على غير ميعاد، كله بتدبير الله سبحانه وتعالى. ويعني نأمل إن شاء الله نقضي يوم ممتع ومفيد ونتشرف بصحبتكم. طبعا أبو جمال من الكويت، أما سفر حبيبنا من 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 بلادنا. أنا من بلادنا. عندنا أنا من يعني عندنا. يا هلا يا هلا. أنا طرف محايد. طبعا حبيبنا حمزة حمزة وصل. عايش في الكويت كم سنة؟ حمزة وصل. 18 سنة. ما شاء الله. 18 سنة. نتكلم يمني وكويتي. مش عادي. المشبوس. المشبوس دياي. شباب. شباب نكمل الحوار، الشمس أكلتنا مشاهدي الكرام، خلنا نكمل الحوار فوق لأنه الشمس فعلا أكلتنا، والعليل الطيب جاء من هذه الجهة من عند النبع. خلونا نطلع للنبع، نلقى العين وبعدين نسوي عيني عيني هاي. قدر ما هو متعب، لكن أنا عندي إحساس إنه هذا اليوم سيكون ذكرى جميلة وطيبة تخلد في عقولنا يمكن إلى أبد الآبدين. دكتور مش نخلد، عين الماء نشرب، إحنا عاطشين. أنا أشتي أخلد روحي يطلعون أفكار قلبي. وأنا أشي أدرى وين سار ياسر. يلا تيبونو تكون دوخ تحت شجرة شكلك كذا. كيف بتشوف يا ابو جمال؟ كيف الامور؟ انا ساكت ومستمتع، يعني دايش عالم ثاني يعني. يا سلام على الطبيعه الجميله هذه. كنت متوقع هذه المناظر الموجوده في خوف؟ والله ما توقعت، متوقع الجمال بس مو بهذه التضاريس، ويعني سبحان الله شوف الاشجار تنوعها، الصخور مبعثره، الخضار داكن كانك في غابات امريكا الجنوبيه. شيء جميل بديع سبحان الخالق العظيم. يا سلام. ساعات طويلة من السفر واعتقد وصلنا لعين الماء، بس ما زالت تصب في هذا الخزان. نشوف. يا سلام على الشباب. واحد اثنين ثلاثة. انتبه يا مالك، انتبه يا ابو جمال، ما شاء الله. واحد اثنين ثلاثة. تعال يا استاذ احمد مدير التصوير حبيبنا، تعال شوف 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 عين الماء، سبحان الله كيف تصب.